أنا شاكر لكل من حضر مهنئا ومباركا، وكل من اتصل من داخل الكويت ومن خارجها، وكل من أرسل برقية، وكل من حاول إرسال رسالة تأييدا وتعاطفا وتهنئة لي بهذا الفوز. لكن كما ذكرت سابقا وقبل الانتخابات بأن إيصال الفكرة أهم بكثير من إيصال الأشخاص، ومع ذلك نتج عن هذه الانتخابات رسالة وفقا للأساس الديمقراطي الصحيح أنا أقبلها. الرسالة كالتالي: أثناء فترة الانتخابات كنا أمام مشروعين، مشروع كان واضح المعالم، معلن، اتخذت بشأنه خطوات، ثار بشأنه جدل كبير، واللي أقصد تحديدا ما تلا وثيقة الكويت من إجراءات، من بينها الحوار الوطني وما تضمنه هذا الحوار من آليات. أنا أعتقد وفقا لتقديري الشخصي بأنه جزء من الحل السياسي، إن لم يكن حلا جذريا. ومع ذلك تذكرون، والجميع شاف وسمع، كان في معارضة شديدة، لا أعلم إلى الآن سببها، ولكني أحترم أيضا وجهات نظر الآخرين لأني لا أفترض أن ما أقوله صحيحا. جاءت هذه الانتخابات وأنا لن أعلق إلى الآن عليها، لكن وفقا للشكل الحالي المطروح ما أعلن بتلفزيون الكويت صحيحا أم لم يكن صحيحا، أنا قبلت هذه الرسالة. الرسالة كالتالي تقول بأن الشارع أسقط مشروع الحوار الوطني، وإحنا قابلين، إذن هو قبل بالمشروع المقابل وهو مشروع السادة النواب المقدرين الذين كانوا يعترضون على هذا الحوار وآلياته. الآن لطالما كانت رغبة الناس في قبول المشروع الآخر، فأنا أعلن من هذا الموقع بأنني سأقف مع هذا المشروع الآخر في كل ما يحقق طموحات المواطنين والوطنية. السبب في ذلك أني سمعت نفس الآلة الإعلامية: هذا يبي يخرب. لا والله ما بيخرب، أنا خادم لبلدي في البرلمان ومن غير برلمان وقبل لا أكون ناخب. وهذه الآلة الإعلامية لا تهددني، هذه المجاميع بأدواتها بآلياتها بمراكز النفوذ، ومع ذلك فشلت. لكن الآن أنا أقول لكم كل المشاريع، تذكرون، وأنا الآن أبي أذكر الإعلام وبذكر اللي يسمعوني وكل الأشخاص، في الفترة الماضية ادعى الكثيرين أن لديهم عشرات المشاريع اللي عرقلت، الآن أصبح الطريق ممهدا أمام كل هذه القوانين، فأنا أعلن أنني أول موافقين على هالقوانين. قانون البدون، قانون المحكمة الدستورية، قانون الجنسية، قانون تعديل النظام الانتخابي، قانون تعديل اللائحة الداخلية، ولم تعد هناك أعذارا لأحد. هناك من ادعى بأنها قوانين جاهزة وبعضها كذلك، واللي مو عارف يكتب قانون ممكن يساعده في ذلك. خلال أسبوعين يعرض على اللجنة، وأيضا إذا كنتم تعتقدون أن تواجدي في أي لجنة يعرق العمل المجلس، بلغوني والله ما أشترك فيه ولا حد يزعل. وأنت داش ولا لا أبدا، أنا داش أتعاون ومستعد أن أعمل مساعدا لأي نائب في أمر يحقق مصلحة الدولة وطموحات الناس. لكن أنتم عارفين أن آلية التشريع، وأنا أستاذ قانون قبل أن أكون نائبا، المسألة ترى ما هي صعبة. أنتم تقولون القوانين عندنا جاهزة، وأنا أقول أيضا إذا مو جاهزة نجهزها بأسبوع واحد، واللجنة راح تشكل في نفس يوم الجلسة، أسبوع كافي، والتقرير
أنا أعتقد أن اللجنة التي استطاعت أن تكتب تقرير المنطقة المقسومة بأربع ساعات تستطيع أن تكتب هذه التقارير المجتمعة بعشرة أيام بأسبوعين. إذن أنا أهنئ الشعب الكويتي بأن هذه الأغلبية التي اختارها الناس، وأنا أحترم الرأي الديمقراطي، من يشارك في الديمقراطية عليه أن يقبل بنتائجها، وأنا والله قابل بنتائجها، قابل رغم كل اللي تشوفون، وأبد ليت الطيب من عرضنا، قدموا اللي عندكم وحنا معكم، بس لا تبرجوا عرقي. أنا أقر بأنني لن أعرقل عملا واحدا، ولذلك القوانين اللي كانت في فترة، طبعا في الفترة الماضية أنتم تشوفون لا يوجد برنامج انتخابي، البرنامج الانتخابي كان تقريبا إعلان واحد كل الناس تتكلم عنه، خلاص يلا اجوا بالصبر، نبي شيء آخر. هذه المشاريع كانت محل الجدل السياسي مدة طويلة على الأقل في دور انعقاد السابق، إن لم تكن بآليات التشريع فعلى أقل تقدير في حديث الدواوين وحديث السياسي. هذا الشعب الذي انتظر عملية الإصلاح مدة طويلة يستحق ألا ننتظر يوما واحدا، فما عاد في فرصة فلان وفلنتان، خلاص مو معقول أن شخص واحد يعرقل 50 نفسين. ولذلك اللي تبونه راح يصير، تبونه بلجنة ندش اللجنة، ما تبونه بلجنة نقعد، لكن هذه القوانين ليست حقا شخصيا لأحد، هذه مطالب الشعب، ومطالب الشعب يجب أن تحترم. كان الكلام اللي نقوله أن قضية الجنسية وتعديلات قانون تنظيم القضاء والمحكمة الدستورية ومخاصمة القضاء وتعديل قانون الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات علاوة على القضايا ذات الطبيعة الفنية اللي ينتظرها كل مواطن كويتي، الصحة والإسكان والتعليم. أنا أعلم أن الصحة والإسكان والتعليم هي مشاريع عملاق تدخل فيها كل اللجان وكل مراكز النفوذ، وبحاجة إلى دراسات ولجان فنية، وسنعمل فيها وسنعمل فيها، لكن احنا نتكلم الآن توجيه رسالة تطمين للشارع بأن هذا المجلس الذي أتى بهذه النوعية من النواب، إرادة الشارع يجب أن تحترم، لكن رغبات الناس أيضا يجب أن تحترم. فما نبي أعذار جديدة، أسماء وخلاص، لا 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 مو إحراج، لا لا بالعكس، احنا نقول قبل كانت العناوين البارزة أسماء محددة لم تعد موجودة، فإحنا الآن نريد أن نقدم للناس من تخبنا على أساسه. صحيح إن المشروع المرعب اللي هي المحاسبة اللي صار فيها كل هالغبار اللي تشوفونه، ما عليه المحاسبة، ما إحنا الوحيدين اللي نحاسب، الأمريكان يحاسبون والفرنسيين يحاسبون لسه تو الناس، إحنا نقول صلحوا اللي تقدرون عليه. القوانين اللي كنتوا تقولون أن المجلس يستطيع إقرارها في جلستين، حنا نقول الشهرين الأولين في إعداد هذه القوانين، كما أنني أعلن بأن مكتبي كاملا بمستشارين القانونيين والمتعاونين معه مستعدين أن يقدمون المساعدة لأي زميل من الزملاء في أي تشريع وبأي وقت، وإذا ماني بالمجلس بالبيت وأبد، لأن هذه وظيفتي، أنا مدرس قانون واللي يعملون معي بعضهم قانوني، لكن أنا أعتقد أن احتياج الناس لا تنتظر. الأمر الآخر أن أيضا بعد هذا اللقاء المختصر والبسيط واللي يسلم فيه على الناس، أيضا ما تصير مادة إعلامية، شوفوا إيش قاعد يقول، ترى ما قلت شيء، أنا قاعد أقول معاكم هذا اللي قلته، فما تسوون خلاص الأدوات أصبحت معروفة، لو نحطكم في إطار عارفين واحد واحد وأبد ما في مشكلة. لكن أنا سمعت اليوم واحد يقول خبر عاجل عبيد سيستقيل، لا يا حبيبي لا، أنت تحلم، لا أنا للحين بطلوب لي باب القاعة أقعد فيه الحين، جزاء لكم ورد على أمثالكم. ف
أنا لم أتقدم للانتخابات حتى أعتذر عن أداء مهامي الوطنية، كما أنه لا يعيبني كمواطن كويتي أن أكون نائما في البرلمان أو أخم الشارع بالليل إذا بلدي محتاج. فما هي أنا عبيد محمد بانتخابات من غير انتخابات، يعني ما راح تأثر بشيء. وصحيح إن فيه أشياء كثيرة يجب أن تقال، بس أنا يبدو لي ما هو وقتها عشان ما نلخبط المسائل. نعيش فرحة يجب أن تستثمر لمصلحة الناس. كما أهنئ الحكومة القادمة، وأنا ما أعرف من الحكومة القادمة عشان بعد ما يقولون يبي عرق الحكومة، لا أبدا، حتى أعضاء الحكومة تبون شيء إحنا حاضرين، بس قدموا للكويت شيئا، لأن الحكومة أيضا ملزمة بتقديم مشاريع قوانين وبرنامج عمل، لأن استجوب رئيسين وزراء على امتناعهم عن تقديم برنامج العمل، فما نبي نعيد السيناريو مرة ثانية. خلص يجب أن يقوم كبير خبراء الكويت اللي هو من يكلف رئيس الوزراء في أن يعد التصور لإدارة الدولة، وهذه مسألة ترجع لتقديرك وفقا لما تعتقد أنه أولويات الكويت والكويتيين مع مراعاة البعد الدولي اللي قاعد يحدث الآن، لأن أي رئيس وزراء أو أي وزير أو أي سياسي ما يشوف ما يحدث في العالم اليوم هذا عنده مشكلة في فهم الله. نحن لا نعيش في هذا الكوكب الحالة، احنا دولة صغيرة في شمال الخليج لها مصدر وحيد للثروة، يشترك معنا الكثيرين، معايير القوة الاقتصادية والعسكرية والأمنية تغيرت في العالم وتتغير في الإقليم، ونريد أن ننتبه للأمور التي لا نستطيع السيطرة عليها. احنا نستطيع السيطرة على وضعنا الداخلي، انتخابات، حل برلمان، تعديل قانون الانتخاب، هذه كلها أشياء بسيطة، لكن لا نستطيع أن نغير في المعادلات الدولية، هذا الأكيد، يعني نحن نتأثر بها. ولذلك أهنئ زملائي النواب على اختيار الشعب لهم، كما أني أوجه رسالة للشعب الكويتي كاملا، لازم تقول ابتسم أنت.